الحق مع العلم. هذا العلم الذي تتعلم إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. في الغالب يا أخواننا والله ما ينقصنا علم، ينقصنا عمل، نعمل. احفظ الله يحفظك. أوقف. نعم، ما أحد يتكلم، اللي يتكلم يقف إلى صلاة المغرب إن شاء الله. طيب تقدم قليلا، لا لا ما أنت ايه تقدم هنا، ايه تقدم، ايه عندك بس اجلس. قال أخبرني عن الإسلام. أوقف. نعم، لا إشكال، أنا أقف وأنت تقف، ما في إشكال. قال أخبرني عن الإسلام. لو قال لك قائل هل أنت مسلم؟ تقول نعم مسلم. قل ما هو الإسلام؟ كيف أكون مسلم؟ تقول لا أدري. عيب، عيب أكثر. إذا ما يعرف الإسلام إذا ليس بمسلم. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، ما يمكن أن يعبد أحد إلا الله، وكل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة. عبد الأحجار، الأصنام، الأشجار، القمر، غيره. وأن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. تريد من الكافر أن يصلي؟ هل تصلي؟ الله أعلم. ما حكم ترك صلاة الجماعة على المسلم العاقل الذكر البالغ؟ من يعرف؟ من يعرف أخوانا حكم ترك صلاة الجماعة؟ نعم يا أخي. يعني مستحب، مكروه، واجب، محرم، كبيرة من كبائر الذنوب. يا أخوانا الذي يترك صلاة الجماعة فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. من الذي يصلي في البيت؟ مرأة، نساء. فأنت رجل، بعض الناس يقول لك أنا حر، ما شاء الله حر. لا والله، أنت عبد. بهذا أنت عبد عند إبليس. الحر هو الذي يعبد الله سبحانه وتعالى. إقام الصلاة، الصلوات المفروضة الخمس، وتتعجب عندما تسأل بعض الناس ما هي الصلوات المفروضة الخمس، يقول ما أدري. هل صليت الفجر في جماعة؟ يقول لا أدري، لم أصلي. قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله.